هلا والله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ بخير؟ مبسوطين؟ رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهب. طبعا في مقطع اليوم راح نشوف المزيد من جلتشات التيك توك المحششة، والجديدين على القناة شرح السلسلة هذه بكل بساطة، نشوف فيديوهات تيك توك ونختبرهم في اللعبة فعلا وحقيقة، هل هم صادقين ولا خلاف ذلك. هذه هي فكرة السلسلة، ونزلنا عدة فيديوهات لو مهتمين راح تظهر لكم الآن في علامة التعجب. وكالعادة دائما في فيديوهات جلتشات التيك توك دائما ما نقول إذا كان عندك فيديو جراندي نصاب تبغوه يظهر معانا في حلقات مستقبليه، منشنوني على حسابي في التيك توك والظاهر لكم الان. اما الان خلونا نخش سويا في المقطع. اول فيديو تيك توكي جراندي هو هذا، وصاحبه يقول تعال عند بنك لوس سانتوس وراح تحصل مفاجاه كبيره جدا. نعم يا اخوان، زي ما شفتوا خويا حصل امبابي بكبره حصلوه في جي تي اي في، وقاعد فوق الفلوس كانه ملك زي ما شفنا. طبعا اتوقع انكم تعرفون حقيقه هذا الفيديو، لكن مجرى السلسله يا اخوان يجبرنا اننا نختبر هذا الفيديو في جي تي اي في فعلا حقيقه، لذلك تعالوا سويا. يب يا اخوان، نصاب وكياس ومأرنب اجاب امبابي يا رجل في جي تي اي في، ولا كمان معاه ملايين ومتكي كذا. يعني صراحة اهنيه على المودينج والتزبيط وجعل المكان كأنه فعلا حقيقة حقيقي، لكنه كياس ومستخدم مودات الدنيا عشان يخلي امبابي بهذا الشكل وفي جي تي اي في. فنعم يا اخوان، هذا الفيديو بكل جدارة نعطيه كاب. ثاني فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وصاحبه يقول 99% من اللاعبين ما يعرفون هذه الحركة. يقول تعالي هذا المكان في طور القصة وفيه راح تحصل النبتة، كل هذه النبتة ولو أكلتها راح تتحول إلى حيوان عشوائي. طبعا اللي خلاني أستغرب إنه كثير منكم ممنشني على هذا الفيديو، يعني أساس إنه مثلا كذاب وما شكل ذلك، لكن هذا الأمر يا أخوان من الأشياء المشهورة في اللعبة. عموما خلونا نجرب سويا. نعم يا اخوان، خوينا صادق وفعلا ترى لو اكلت هذه النبتة راح تتحول لحيوان عشوائي زي ما اظهروا لنا، واتوقع كلنا نعرف هذا الامر، لكن بما ان المنشنات كثرت عليه فلا بد اني اجربه في الفيديو حقنا. فنعم يا اخوان، خوينا هذا صادق فعلا وحقيقة. ثالث فيديو تيك توكي جراندي هو هذا، وصاحبه يقول تعال لهذا المكان وفك الانتراكشن منيو وخش على خيار الفيكلز، بعدها روح خيار الفيكلز دور وخليها على الاول، ثم اضغط اكس وبمجرد ما تفتح الابواب انت اضغط مربع ونط على البحر، وراح تلاحظ ان الشخصية صار معوج ونط بطريقة غريبة جدا 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 زي ما هو ظاهر لكم الان. رغم اني من 2013 العب جي تي اي اونلاين الا اني ما اعرف هذه الحركة صراحة، لذلك خلونا نجرب سويا. يا سلام، صراحة حركة يعني صحيح غبية ومحشكشة وتضحك، لكنها في نفس الوقت رهيبة وتستاهل انك تجربها لو كنت تلعب جي تي اي اونلاين، والحركة 100% شغالة وسهلة جدا كذلك. رابع فيديو تيك توك جراندي هو هذا، ومرة اخرى ما ودي اطلع صراحة لكنكم تجبروني بعدد المنشنات الكبيرة على الفيديو، اكثر من 50 منشن، لذلك شوفوا سويا. معلومات عمرك ما عرفتها عن جي تي اي، كان عمرك ما عرفت انك اذا جيت الى هالمنطقة في اللعبة راح تلقى قارب خرافي ممكن تطير فيه وتغوص فيه ايضا مثل ما انتو شايفين. طبعا من الان انا اقدر اعطيها الكاب النهائي والكيس النهائي مباشرة، لانه الامر جدا جدا واضح. طبعا منطقيا في الحياة كلها هذه ما في قارب يطير ويغوص كمان، لكن خلونا نروح لمكانه ونشوف القارب ممكن نحصله.
يا اخوان الى متى؟ معلومات عمرك ما سمعتها عن جي تي اي 5. الظاهر انه هذه المعلومات يا اخوان نعم عمري ما سمعتها، وكذلك عمري ما راح اسمعها في جي تي اي في. فنعم يا اخوان خوينا راح نعطيها الكاب النهائي مباشرة مع مرتبة الشرف كذلك. معلومات عمرك ما عرفتها عن جي تي فاي. خامس فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وصاحبه يقول اتصل على الرقم التالي 1-999-268-643-21 ومباشرة راح تجيك ملايين كبيرة زي ما هو الظاهر لكم الآن. الظاهر انه يقصد انها كلمة سر وما شابه ذلك. طبعا على حسب خبرتي المتواضعة جدا في جي تي اي في ما في كلمات سر فلوس، لكن التجربة خير برهان، وتعالوا نشوف سويا. يب مثل ما توقعنا، كياس نصاب والرقم جابه من كيسه، ويقول خذوا كلمة سر ونزلوا في التيك توك وانتشر بشكل واسع وسوى اللخبطة ما بين اللاعبين. فنعم يا اخوان الرقم كياس، ولو دقيت عليه ما راح يجيك اي شيء، وخوينا كذلك راح نحط في راسه الكاب النهائي. سادس فيديو تيك توك جراندي هو هذا، وصاحبه يقول بهذه الطريقة راح تقدر تدخل للدكتور النفسي لمايكل ديسنتا، او تدخل غرفته تحديدا. الطريقة واضح انها جدا جدا سهلة، لذلك خلونا نجرب سويا. الفيديو للأسف يا أخواني خليك تقتنع وبقوة إنه حقيقي وإنها طريقة فعلا حقيقة شغالة، لكن الحقيقة هو إنه نهائيا ما يزبط وغير صحيح، ولا تستطيع الدخول للغرفة بالطريقة اللي قالها زي ما شفنا سويا، فلذلك هو أيضا كاب نهائي. وتقريبا يا أخوان هذا هو مقطعنا اليوم، وفي شفنا 6 فيديوهات تيك توكية جراندية، بعضها كان كياس وأغلبهم كانوا كياسين، وبعضهم كانوا فعلا حقيقة صحيحين. شاركونا آراءكم في خانة التعليقات على جميع النقاط اللي تكلمنا عنها، وايضا اعطونا رايكم على الفيديوهات اللي ظهرت معنا اليوم. طيب كده وصلنا معكم نهايه المقطع، لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوه. سلام عليكم.